العد العكسي لنهاية هذا العام بدأ، ولم يبقى أمام المواطنين سوى 48 ساعة لوضع اللمسات الأخيرة على تحضيراتهم للاحتفال بالمناسبة. أما طريقة الاحتفال فتختلف حسب المزاج وحسب أوضاع الجيب. منهم من يريد أن يحييها مع فنانيه المفضلين، ومنهم من يفضل القعدة بالبيت. تراديشن من ضل بالبيت ونشتمع كلنا سوا. أنا شغل والبنوتة مع مامي بالبيت. رح نقعد بالبيت نشرب شاي. والله سهرانين بالبيت. ليه بالبيت؟ أحسن. شو عاملة عن نيويورك؟ ماشي بالبيت. ليش؟ لأنه ما عم بحكي مع حدا. With family. Family. Home. Home. Home dinner. ليش بالبيت؟ اجينا من كندا من تورونتو بس مش هنشوف الفاميلي. بدي اقضيها واحد احلى بالبيت. ايه ولانه بعدين ما بتامن واحد يظهر له يعني برات البيت. بالبيت ليش؟ لانه احسن من حوادث وهالقصص. مش برا بجبل ببيت يعني وقاعدين سهرانين سوا كلنا سوا. اما الشباب والصبايا فينتظرون هذه الليله ليفجروا فيها طاقاتهم. طالعين على الجبل فرقيا. ما نحن منولع بس نكون موجودين بطولة. Going to فرقيا. Yeah. Why? Because I want to get drunk with my friends. أكيد هعمل شيء بس مش مخطط أعمل شيء. ولأن لبنان رمز السهر، يصر بعض السياح على إحياء هذه المناسبة فيه كما تعودوا. Probably house party and then partying on Jumeze on Hamra, some pubs going from one to other. There is nothing planned yet. Where are you from? Romanian. ليه جاي تحتفل بلبنان؟ علشان قريبة من مصر وعشان جينا كتير وانبسطنا فيها. لا لا سهرانين برا بالتأكيد برا. ما عاملة شي لساتني ما بعرف يعني، بس ان شاء الله تكون راس سنة خير عليكم وعلينا وعلى الدول العربية كلها ان شاء الله. رغم المشاكل السياسية والاقتصادية والأمنية التي تخيم على لبنان، يتمسك اللبنانيون بالاحتفال بقدوم السنة الجديدة علها تكون أفضل استقرارا وأمنا عن سابقتها. ناهد يوسف، تلفزيون مستقبل.